الانزلاق الغضروفي الديسك، في عنا بين كل فقرتين في العمود الفقري ديسك، في عنا ديسكات بتخرج وبتنبعج في منطقة الرقبة، وهي بتأثر على الراس وبتأثر على الإيدين من ناحية الأعراض. في عنا ديسكات بتخرج من المنطقة الصدرية وهي أقلها حدوثا، وهذه بتأثر على منطقة القفص الصدري وألام بتمتد للمنطقة الأمامية في القفص الصدري. وفي عنا ديسكات وهي أكثرها شيوعا بتيجي على مناطق أسفل الظهر، أكثر منطقة معرضة للديسكات الـ L4 L5 والـ L5 S1. هذه المنطقة هي منطقة أكثر شيء بصير فيها التعرض للإنزلاقات وللديسكات. في عنا نوعية تانية من الديسكات، في عنا ديسك مزمن وعنا ديسك حاد. الديسك الحاد يعني الانزلاق صله من اسبوع لثلاث اسابيع اقصى حد، هذا بنعتبره حاله حاده. بعد ما الانزلاق يتم على حدوثه اكثر من شهرين لثلاث شهور بندخل في الديسك المزمن، يعني صارت اعراض ثانيه ومشكله ثانيه وعلاجاتها مختلفه عن الديسك الحاد. الاختلاف كبير بين الديسك الحاد، الحالة اجت عندي قبل 3 ايام 4 ايام او اسبوع او اسبوعين صار عندها الديسك، في هاي الحالة التأثير فقط بيكون على الضغط على العصب الورقي بسبب الانزلاق. العصب الورقي لسه بقوته، ما في ضعف، ما في التهابات، ما في عندي تشنجات في العضلات، ما في عندي اي تغيرات وتليفات حوالين العصب. في حال وضع حاد، ديسك انزلق من محله واتجه ل يا اليمين يا الشمال وضغط على العصب الوركي مثلا في الجهه اليمين، في هاي الحاله الاعراض بتكون متجهه للاطراف للاجر اليمين وللايد اليمين. هذا في المرحله البدائيه، ما بصير طبعا تنميل وخضران، ألم تنميل وخضران يا في الإيد يا في الرجل. في الإيد حسب قوة الانزلاق، إذا الانزلاق كبير معناته في ضغط على العصب بشكل كبير، كل ما الضغط زاد على العصب كل ما الأعراض انتشرت من الرقبة ونزلت للإيد. الأعراض اللي هي أولها الألم، بعدين التنميل، بعدين الخضران. والعكس صحيح طبعا، كل ما الأعراض كانت في منطقة قريبة للرقبة أو قريبة لأسفل الظهر كل ما كانت لسه في بدايتها، يعني صار عند انزلاق وأجا الشخص والأعراض ممتدة من الخاصرة اليمين وبتنزل تحت مفصل الفخذ شوي 10 سنتي فوق مفصل الركبة. هذه يعني أول الحالات هيك بتيجي، بعدين إذا صار سوء في الوضع بتصير الآلام تنزل تحت الركبة. تحت الركبة يعني دخلنا في وضعية حادة من الانزلاق. هلأ الانزلاق المزمن والديسك المزمن اللي صلوا شهور وسنين، هذا بطل يصير فقط إنه في انزلاق، بطل يصير في عنا انزلاق اصلا، لانه الديسك والغضروف لما ينبعج بتطلع المادة الهلامية، مع الوقت بصير في جفاف للمادة الهلامية، يعني ما في إلها اعادة بناء، اللي خرج خرج. فممكن في هاي الحالة يصير في عنا انتكاس في الفقرات، ويصير في عنا هاي الاعراض اللي بتيجي من الالام الديسكات المزمنة اللي صار لها فترة طويلة. أول شيء أول عرض بيكون طبعا العصب بيبقى صار له شهور وسنين تحت ضغوطات متواصلة، بتروح وبتيجي بتروح وبتيجي من الديسكات هذه أو النتوءات أو التليفات. ففي هالحالة العصب بضعف كتير وبصير في عنا خضران كتير وتنميل كتير لحد ما يوصل القدم، وهذه الحالات اللي بنسميها سقوط القدم أو الدروب فيت، لما نمشي ونتحرك ونجر إجرنا جر على الأرض. في هالحالة في عنا صار ضعف كبير في العضلات بسبب التهاب وضعف العصب بسبب الديسك القديم اللي هو الوضع متواصل صار له شهور وسنين. العضلات بصير فيها ضعف، كل عضلات الساقين مع عضلات الحوض مع عضلات المنطقة التناسلية والعضلات اللي متحكمة في فتحة الشرج والمثاني والقولون والحركة القولون، هذه كلها بتضعف. بتضعف كيف بنعرف انه العضلات ضعفت؟ اول شيء حجمها بقل،
مثلا اجر بتصير انحف من اجر تانية لانه الكتلة العضلية قلت والقوة العضلية قلت. كمان مع الحركة والمشي او حركة الايد فحشعر انه صار في عندي مش قادر امسك، ضعف في اليدين قوي، ضعف في الرجلين، اجري صارت تنزل، هذا ضعف، هذا ضعف ناتج عن زيادة المدة لشهور سنين في العذاب الانزلاقات. هذا هو الفرق بين الحاد وبين المزمن من ناحية الأعراض، ومن ناحية انه صار في عنا أعراض اكثر بكثير في المزمن. كمان بتدخل على أعراض الديسك المزمن اللي هي التليفات. التليفات ممكن التليفات اللي هي ناتجة عن الالتهابات، عن تجمع بعض السوائل الملتهبة في منطقة معينة مثلا أسفل الظهر. بعدها بتصير الخلايا تجمع عليها الكلس وبصير في عندي خشونة في الخلايا هذه، وبصير في نتوءات حوالين أي خلايا موجودة. والمصيبة إذا صارت النتوءات والتليفات على امتداد العصب الوركي، على العصب الوركي بالذات أو على جذره، في الحالة هذا حيعطينا انحصار للعصب دائم من التليفات. تليفات حتصير في العضلات، وكمان بسبب هاي الفترة من الآلام صار عندي أكيد حيصير عندي تغيرات في المفاصل، مفاصل الحوض، مفاصل الرجلين، مفاصل القدم، مفاصل الركبة، كل مشيتنا بتتغير، كل حركاتنا بتتغير. وممكن يصير في عندك تشوهات في شكل العمود الفقري، يعني يصير في عندي ميلان على اليمين، ميلان على الشمال، انحناء للأمام ثابت، يعني يا سكوليوسيس يا هايبركيفوزيس. بس التشوهات هاي والتشنجات العضلية القوية المزمنة، يعني صار لي 6 شهور وأنا ظهري محني للجنب والعضلات هذه كلها متشنجة بسبب هذا الديسك القديم. طيب ندخل للعلاجات. الديسك الحاد أول ما يصير معي، وهو عادة بصير نتيجة حركة حمل أو لف أو قعدة طويلة في وضعية خاطئة، هاي 3 أسباب اللي بتخلي الغضروف ينبعج ويطلع لبرا ويضغط على العصب ويحرك العصب في هذه المادة الحامضية اللي موجودة داخل نواة الديسك، نواة الغضروف. يعني التمزق بصير في الأغشية المحيطة في الغضروف اللي هي بتيجي زي الأصابع هيك، ألياف بنسميها أنيلوس فايبروسيس، ألياف قوية زي العجل، وفي داخل هاي الألياف موجود المادة الهلامية، هاي النواة تحت الديسك هي المادة الحارقة اللي بتخرج لبرا وبتنبعد وبتضغط على العصب، فبتحرك العصب وتأثيرها بيكون كيميائي ومع التأثير الضغوطات اللي بيكون موجود على العصب. مهمتي في الوضع المزمن والوضع الحاد اني اخفف الضغط عن العصب فقط، واخفف الانزلاق قد ما اقدر، وهذا ما بيجي الا عن طريق حركات معينة بدي اعملها اللي احاول احرر العصب، احرر العصب الوركي. اول وضعية باخذها دائما اللي هي بتجيب نتيجة افضل شيء عند استخدام، هل هي وضعية النوم على البطن بس بحط المخدة وبحط بنام في الوضعية هذه 5 دقائق مع شهيق وزفير. بعد ما اتعود على الوضعية هذه بشيل المخدة و5 دقائق ثانيات وانا نايم على بطني بالطريقة هذه. في هاي الحالة بعمل انا عملية ازاحة شوي شوي بسيطة من ضغط الفقرات في هاي الوضعيات على الديسك وعلى العصب انه نحاول نحرره. لما اتأقلم على الوضعية هذه ويكون الوضع مريح في هاي الحالة بصير اعمل هاي التمارين. المرحلة الاولى من هاي التمارين المكنزي او الحناء للخلف او الكوبرا، اني احط الكوع تاعي ونام على الكوع وثبت راس لفوق، ارفع راسي ونزل، ارفع ونزل 10 مرات ورد انزل. في حال كررت هاي العمليات اكيد هحصل على شوية تحسن واصير اعمل هاي الحركات بشكل افضل وبشكل اعلى. اذا بعد هاي الجلسة 5 دقائق 10 دقائق من عمل التمارين لاحظتوا انه في عندكم تحسن ولو 20-30%،
التحسن اللي ممكن تلاحظوه اللي هو يا إما الألم بخف حدته، يعني بيكون 10 من 10 بصير 7 من 10. والتحسن الثاني اللي لازم تشوفوه لازم تلاحظوه انه بصير في عنا انحصار للألم. كلنا انه الألم اذا نزلت على الرجلين معناته الانزلاق قوي، اذا طلعت من الرجل بعد حركات ثانية في هاي الحالة الانزلاق خف. وهذا اللي بعطينا انه ماشيين صح في التمرين ولا هذا التمرين خطأ. اذا التمرين او الحركة بديش احكي تمرين، الحركة العلاجية هذه جيدة معناته لازم تحصر الاعراض لفوق وتعمل عملية تخفيف حدة الالم. اذا زبطت معي بعد ربع ساعة نص ساعة من المحاولات، اذا انا حطيت ايدي على علاج الديسك الحاد. ما علي فقط، ما علي الا كل نص ساعة ساعة من اليوم الاول لليوم السابع، كل ساعة بدي انام على بطني واعمل الحركات هذه لمدة 10 دقائق ربع ساعة، كل ساعة ربع ساعة للحركات هذه. واللي ما بيعمل هاي الحركات كل ساعة يعمل هاي الحركات وهو واقف مش مشكلة، لحد ما يروح على الدار ويرجع حاله وانحناءات. بالاغلب هذه الحركة كفاية. في ناس بيضطروا يعملوا الحركة الانحنائية للجنب، اذا الانزلاق مثلا على اجري اليمين بعمل هاي الحركة بحالي شوي 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 شوي، وبعدين بحط ايدي وبعمل للخلف 10 مرات 15 مرة. وممنوع ممنوع في هاي المرحلة اللي تمتد لأسبوعين، ممنوع منعا باتا ان احني حالي لقدام. يعني احاول اي حني لقدام اخلي ظهري مستقيم واحني في جري، احني وانا رافع راسي، احني وانا حاطط ايدي على ايدي بالطريقة هاي، اللي ما احني ظهري هيك ممنوع لمدة اسبوعين فقط. وممنوع اقعد طبعا في اي قاعدة فيها انحناء. اذا انا قعدت قاعدة زي هيك وفي وضعية ديسك او رفعت جري، الفقرات بصير تضغط للخارج على الغضروف وهاي بتسبب لي زيادة في الانزلاق، فممنوع. لازم اذا اضطريت اقعد بس ربع ساعة اقصى حد، واحط شيء يسند ظهري وارفع راسي وارفع اكتافي وانا قاعد. وهي اكثر مشكلة بنواجهها لي وضعية الجلوس. خففوا من الكعاد قد ما تقدروا، واذا اضطريتوا ضلكم اعملوا التمارين. هذه المرحلة ممنوع فيها المسكنات، اي مسكن للألم ممنوع تاخذوه في مرحلة الاسبوعين. المسكن الألم الوحيد المسموح في الوضع الحاد اللي هي الحركات، وتلاقوا الوضعية المريحة لكم فقط. اللي بده ياخذ مسكنات ابر كورتيزون ابر مش عارف ايش لانه مش متحمل الألم، في هاي الحالة بورط حاله بانه ببطل يشعر في الألم. وعدم الشعور في الألم حيخلينا نعمل حركات تزيد الانزلاق لأنه ما في إشي بنبهنا. وفي هاي الحالة لما يروح مفعول الإبرة أو الدواء بعد يوم يومين، إذا أعطت أي مفعول بنلاحظ إنه الأعراض نزلت لتحت، معناته زاد الانزلاق، والأعراض زادت يعني زاد الانزلاق. أكيد حيزيد الانزلاق مدام أنا مخدر، فمش عارف شو قاعد بسوي، بحرك حالي برفع شيء بحمل شيء بتعب حالي وانا مش عارف انه قاعد بضر بحالي. فالمسكنات اي شيء مسكن للالم ممنوع، اتحملوا الالم بالطريقه هذه، وهذا التمارين والحركات كفيله انها تطلعكم من الالم. كثير ناس كلهم طلعوا بدون اي مسكن بس بالتمارين. حتى اصلا المسكنات ما بتجيب نتيجه ما دام في عندي ضغط قوي على العصب. لما خفف الضغط مباشرة الألم بروح، مباشرة 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 الألم. بس الخضران والتنميل اصبروا عليه، وهو مش مرجعية بناخدها في عملية انه احسن ولا مش احسن، لانه باخد وقت انه انطيب من الخضران والتنميل، بده
شهور، بس الألم مباشرة قبل ما أعمل الحركة بتكون الألم في إجري، أكرر الحركة 15 مرة، بعد ما أكررهم طوالي لازم أشعر في الألم، أجت على ظهري من تحت لفوق وخفت حدتها، وكل ما أسوي التمارين بتخف حدتها. عملية التكرار والمواظبة وإني ما أحنيش حالي وأكرر التمارين، الهدف منها إني أسمح للغضروف، لهذه المادة المحيطة بالغضروف اللي تمزقت، إنها ترجع تبني وتكون متينة بحيث ما تسمح للديسك يضل رايح راجع بس. وعشان هيك لازم أثبت ظهري شوية وأتحمل، بس بعد الأسبوعين خلص بصير أتحرك عادي، ومش مطلوب مني أظل أسوي التمارين هاي كل ساعة، بصير أعملها مرة مرتين في اليوم بس. تكرارات بتكل. وفي المرحلة الأولى هاي لازم أحط مشدات، أثبت ظهري، أنام على فرشتي العادية، أفضل شيء نومة الأرض على فرشة الفرش المعتادة، المشكلة مش في الفرشة، وضعي الراحة، مش الراحة معناته مش أنام وأقعد وما أعمل شيء وما أطلع، الراحة في آلام الديسك إني ما أعمل أي حركات تانية أو أي شيء تاني كتمارين، بس أعمل هاي الحركات العلاجية اللي حتخفف لي الألم وتطلعني من الموضوع زي الشعرة من العجين. اسمعوها مني 30 سنة في الدواوين هذه ومن خبرتي، يعني بقولكم مش هاي الحركات مش بنات عمي وبدي أعمل لهم دعاية، بس هذا اللي من الواقع ومن الأبحاث اللي عملناها ومن الناس اللي تعافوا، هذا اللي صار، هذا اللي صار. طيب بالنسبة ل هاي عرفنا بالنسبة للمزمن الحاد، الديسك الحاد. ناحية مكملات بس خذوا المغنيسيوم جلايسينات بكفي، مغنيسيوم جلايسينات مخفف للألم، بخفف التشنجات اللي تقدروا تناموا. وضعية النوم بتناموا يا على جنبكم اليمين يا على جنبكم الشمال يا على بطنكم يا على ظاهركم. وضعية النوم اللي بتجيب لي انحصار للألم لفوق لظهري وبتخفف الألم بنام فيها. ايش ما تكون الوضعية هذه حسب انتو شو الوضعية اللي بتناسبكم. في ناس بيحبوا يناموا على جنبهم في اللي يخففوا الألم، ويحطوا مخدي بين جريهم وبين كتافهم ويحنوا حالهم شوي سواء للخلف او سواء للامام. يعني انتو لازم توجدوا الوضعية المريحة بمساعدة المخدات او اي شيء اللي تقدروا تناموا بشكل مريح. النوم اساسي لبناء الغضروف وبناء الديسكات، بدون نوم ما في عملية انه اعادة بناء وشفاء من هذا الغضروف. نروح للمزمن هلأ اللي بيعاني منه كمية عدد اكبر من الناس، واللي كان اتروحة الدكتوراه تاعتي لأربع سنين هي كانت عن كيف نعالج الالام المزمنة، الام الظهر الاسفل الظهر المزمنة، ببرنامج من التمارين التأهيلية. هلا بعطيكم التمارين. وبعد 6 شهور على عمل هذه التمارين صار في عنا تحسن 60-70% من ناحية الألم، الخضران صار في عنا تحسن 20-30%، الحركة تاعت العمود الفقري ومرونته وليونته صار في تحسن 60-70%، المشي تحسنت، الجهد البدني صار أفضل عند الناس. المهم إنه الألام خفت كتير، يعني لدرجة إنه صاروا يتعايشوا معها. التمارين اللي أعطيتهم لهدول الناس كانت عبارة اللي هي تمارين تقليدية للألام المزمنة مش الحادة. هلأ في عندي ضعف في العضلات بدي أقويها، عضلات البطن، عضلات الظهر، عضلات الرجلين. هلأ في عندي ضعف في العصب بدي أقويه. هلأ في عندي تليفات بدي أحاول أرخيها وشدها. هلأ في عندي خشونة في كل المفاصل، الحوض ومفصل الركبة ومفصل القدم ومفصل مفاصل الظهر كله في خشونة. خشونة يعني صعوبة في الحركة، وهذه كمان لازم اتعامل معها. يعني الشغلات اللي بتعالجها هلا 6-7 شغلات
في الآلام المزمنة بتكون موجودة، فبدها تعامل مع كل هذه التغيرات. لما كان البداية الانزلاق الحاد، في هذه الحالة كان في عندي بس تحدي واحد، إني أحرر العصب بس، ما في عندي ضعف في العضلات، ما لحقت العضلات تضعف من أسبوع ولا أسبوعين، ولا العصب ضعف، العصب ما بضعف بمجرد صار ديسك خلاص بصير ضعف، بده فترة من الضغوطات المستمرة على العصب عشان يضعف. ولا صار عندي وكان عندي تليفات، تليفات بتصير مع تطويل مدة الألام والديسك بدون علاج. يعني كل هذه الأمور ما كانت، بس هلأ عشان الفترة الزمنية اللي صل معي الديسك بدون علاج صارت. أول تمرين نرفع ونثبت 5 ثواني وننزل لتحت، هذا عشان نقوي عضلات البطن وعضلات الفخذ العلوي والعضلات تاعت الظهر والعضلات الخلفية. بعدين بنمسك إجر لحد صدر الركض ما نفضل، والإجر الثانية نفس الشيء، و5 ثواني أشد، هذه عشان أزيد مرونة ليونة الحوض. بس أي تمارين من هذه التمارين عملت لزيادة في الألم وانتشارها بشكل حاد للرجلين ما بعملها، بوقف. بعمل التمارين اللي بتريحني يعني بيكون ألم بسيط متحمله، وبعد ما أنهي هذا التمرين ما بشعر في إنه الألام زادت، يعني هي بس مع المدة بصير الألام تخف. أهم شيء إنه التمارين هذه ما تزيد الألام سوءا بشكل كبير مبالغ فيه، يعني مش أكيد حتوجع شوية، هذا محتمل، أنا ما بحكي عن وجع بسيط. الإجرتين مع بعض ونفس الشيء، هذا التمرين كويس عشان ألين العمود الفقري وارخي العضلات الكمثرية اللي جاي من الخلف، اللي هي كمان بتبقى متشعبة ومتليفة ومتصلبة حوالين العصب الوركي، وهي اللي بتعطي الآلام. بحط إجر على إجر وبعمل لدقيقتين ثلاث هذا التمرين لمفصل الحوض ومفصل الفخذ، نفس الشيء الإجر الثاني. وهذا التمرين في هاي الحالة بعمله بشد إجري على الجنب بالطريقة عشان أشد العضلة الكمثرية من هاي المنطقة، ففي هاي الحالة بعمل هذا التمرين اللي هو لصدري وبعدين على الجنب، بحيث أشعر إنه في شد قوي في رأس الفخذ من الخلف. بعدين بنروح للتمارين الثانية، بحط المسند على الأرض وبعمل الحركات هاي فقط، هاي شوي وبكررها مرة. هاي الحركة برجع ظهري للخلف، يعني بزيد ليونة العمود الفقري في وضعية الإكستنشن، بحرك المفاصل الخلفية للعمود الفقري، ولما أرجع لقدام شوية بعمل ضغط شوية وانقباض في عضلات البطن وبقوي عضلات بطني، يعني ماشيين على الجهتين. هاي الجهة بحني وبلين وبزيد السعة التنفسية وبرخي حالي، ولما أرجع بقوي عضلات بطني وبثبت 5 ثواني وبرد للخلف 5 ثواني مع شهيق وزفير، وبكرر 10-15 مرة هاي التمارين. هاي التمارين ممكن تعملوها من 2-3 مرات في اليوم، بس أقل شيء لازم تنعمل 3-4 مرات في الأسبوع، 3-4 مرات في الأسبوع نواظب عليها. التمرين هذا المعروف كمان عشان نكون حقانيين بالنسبة للرقبة والمنطقة الصدرية، هذا التمرين بيمشي عليهم ومنيح للرقبة النحنة والمنطقة الصدرية، ممكن أسويه كمان. الرقبة بعمل لها التمارين هذا للخلف وبصير أحني على اليمين على الشمال شوي وأنا نايم على ظهري، والمخدة
تحت المنطقة الصدرية وراسي لتحت. وضعية الجلوس يقعد لنا شوي بالطريقة هاي، بنمد جرينا شوي شوي اللي نحرك العضلات. لما نكون جالسين على الكرسي نحاول كل ربع ساعة نص ساعة شوي شوي نعمل عملية ترجيع للظهر للخلف، نرفع ايدينا للأعلى، نحط ايدينا فوق راسنا ورا راسنا ونعمل عمليات خفيفة هيك، انحناءات بسيطة، بعدين ارفع وانزل، احط ايدي على مفصل الركبة وارفع شوي شوي مع شوية مقاومة اللي اقوي هاي العضلات الامامية، ومرة على اليمين مرة على الشمال، ارد احط اجري على اجر هيك. لما اميل بالطريقة هاي واحنا راسي هيك، في الحالة انا بشد العضلات الكمثرية في الجهة هذه هيك، وارفع راسي، انا بزيد ليونة الحوض وبرخي العضلات الحوض الداخلية، عضلات الحوض الداخلية اللي ماسكات الكولون والمثانة والرحم والبروستات كله من هاي العضلات. فبعمل مرة على اليمين ومرة على الشمال. اهم تمرين اللي عندهم الام مزمنة، ديسك مزمن في اسفل الظهر، هو ارفع ايدي لاقوي عضلات اجري، عضلات اجري كلها خصوصا من الخلف، عضلات السمانة، عضلات القدم اللي بتحرك القدم اثناء المشي، والمنطقة الامامية كل التعصيب لها جاي من منطقة L4, L5, L5S1. يعني اذا صار مشكلة في العصب الوركي بنتيجة الديسك، في حالة كل العضلات بتضعف، ومصيبة اذا ضعفت هاي العضلات. عشان اقويها فقط اعمل سكوات، ما اقعد، اوقف في هاي الوضعية وضلني متحمل 5 ثواني 10 ثواني وانا رافع راسي، وارد انزل اتحمل اتحمل، يعني اعمل انقباض متواصل، واعمل لي 4 مرات 5 مرات كل ما اقدر اسوي هاي الحركة. وانا قاعد بنزل حالي لتحتي شوي شوي وبرفع للخلف للامام وللخلف. هذا من ناحية التمارين. من ناحية غير التمارين، في وضعيات تتطلب الوقوف الطويل، المشي الطويل، الحانية الطويلة، أو عمل بدني، أو قاعدة على المكتب لفترة طويلة، أو سوكة سيارة، أو سائق شاحنات، أو دكتور أسنان، أو دكتور عظام. بالمناسبة دكاترة العظام ودكاترة الأسنان أكثر ناس يصابون في ألام الديسكات، سواء الرقبة أو منطقة أسفل الظهر، وهذا بسبب وضعياتهم فقط وانحناءاتهم في العمليات أو العمل في الأسنان. يعني الديسكات هي ألام الدكاترة ومشاكل الدكاترة قبل ما يكون مشاكل تانية. طيب هلا التمارين هاي بتقوي الأعصاب وبتنهينا من شغلات كتيرة، بس بدنا شغلات مكملات لتقوية الأعصاب. مكملات تقوية الأعصاب بسرعة، في عندكم فيتامينات بي كلها، من B12 لB1 للثيامين أو البنفوتامين، هذا الثيامين بس الصناعي. بدكم تأخذوا فيتامين د، بدكم تأخذوا المغنيسيوم، بدكم تأخذوا المشروم عرف الأسد اللايون مين مشروم. هذا الفطر بيجي على شكل مكمل غذائي، ممكن تشتروه من وين ما يكون. هذا المكمل الغذائي من فطر عرف الأسد اللايون مين مشروم، أول شيء بسمك العصب، يعني ببني الطبقة الحافظة لإله الميلين، وبسرع من نمو الأعصاب لأنه بحفز النيرف نيوروتروفيك فاكتور اللي هي بروتينات بتعمل عملية تحفيز نمو الأعصاب كمان مرة والتوصيلات العصبية، وإحنا بدنا مقويات قوية. ففطر عرف الأسد
واللي بده يقوي اكثر ياخذ من فطر الكورديسبس، فطر الطاقه. في هالحاله بقوي العضلات بسرعه اكثر وباخذ طاقه اكثر للتمارين والهمه، وكمان بقوي الاعصاب بشكل افضل مع اذا بجمع الكورديسبس فطر الطاقه مع اللايون مان مشروم. بالنسبة للمقويات الثانية للأعصاب، أقواها في أن مادة اسمها الألفا ليبويك أسيد، ألفا ليبويك أسيد، هذه المادة كمان بتسرع من إعادة نمو الأعصاب. الأعصاب المشكلة فيها إنه إعادة النمو بطيء، يعني كل شهر لو 1 إنش تقريبا بطول العصب كل شهر. وإحنا بنحكي عن سلسلة عصبية كاملة، مش بس عصب واحد مضطرب. إذا الأعصاب هذه حطناها وراء بعض بنلف فيها الكرة الأرضية 2.5 مرات من طولها، فالإصلاحات هذه بدها تروح لكل شبكة الأعصاب هذه، يعني المغنيسيوم والفيتامين د والكورديسيبس، هذه بدها تتوزع على كل الشبكة العصبية. هذا إذا كمان على مناطق تانية بدها تروح، مش بس للأعصاب مهمة هذا الفطر، فهي يعملوا حسابها. فبدكم تتغدوا غذاء قوي، وأفضل علاج من المكملات اللي هو التغذوي، التغذية الجيدة. التغذية الجيدة لازم تعتمد على مصادر أسماك جيدة مرة أو مرتين في الأسبوع أقل شيء. أسماك، كبدة الدجاج، كبدة الخروف، كبدة العجل، هذه المكمل اللي بيحتوي على كل فيتامينات بي، على الحديد، على النحاس، على الكولاجين الطبيعي لإعادة البناء، على الريزفيراترول، شو كمان في الكبدة، الزنك، يعني مكمل طبيعي متكامل. بناخذ 2 لـ3 وجبات في الأسبوع، هذا بقوي الأعصاب بشكل كبير وبقوي العضلات. شوربة العظام والكولاجين بدنا ناخذها مره مرتين 3 مرات في الاسبوع اقل شيء، لانه بنعمل تمارين وبنتحرك وبنبني في الاعصاب، فبدنا هالمواد الخام اللي تعيد بناء جسمنا كمان مره. هذه من اكثر الشغلات اللي النصائح اللي ممكن اعطيكم اياها هلا لتخفيف هذه الالام وعلاجها، مش بس تخفيف. الحالة الحادة يمكن علاجها بدون عملية بنسبة 90%، بنسبة 90%، وأنا مسؤول على حكية، وخلال 3 أسابيع فقط، خلال 3 أسابيع بنسبة 90% يمكن علاج الحالات الانزلاقات الغضروفية، سواء كانت انبعاج كامل أو انبعاج جزئي. حتى لو الدس طالع لبرا، في الحالة بنزحزحه، بنخفف الأعراض بالطرق هذه، مع استخدام الطرق والوصفات الثانية اللي بنحكي لكم عنها لتخفيف الآلام، سواء مشروبات ساخنة أو زيوت ونعمل فيها مساج على مناطق الظهر والعصب الوركي، أو الزيوت الليلية بالكمادات الليلية مع زيت الخروع، زيت الفلفل، زيت الزنجبيل، ينخلطوا مع بعض، ينحطوا على أسفل الظهر على منطقة الحوض، أو